اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع اولى حلقات برنامجنا الموسم الخامس من برنامج محور اهتمام. سعداء جدا ان احنا معاكم الموسم الخامس، معاكم الاعلاميه دينا موسى، ومعانا النهارده ضيفه الشرف الجميله ضيفتي حبيبتي ايمان خبيري، خبيره الهاند ميد والديكور. اهلا بيك يا استاذه ايمان. اهلا بيك يا حبيبتي، شرف. ومعانا الاعلامي الجميل الاستاذ عبد الحميد صالح زميلي طبعا، وضيف النهارده في الحلقه، ضيف الشرف في الحلقه. اخبارك ايه يا استاذ حميد؟ الحمد لله منور الدنيا كلها. احنا طبعا طبيعتنا يعني اننا بندعم الفنانين وفنانين هاند ميد والاعمال اليدويه والحرف وكل حاجه تخص الهاند ميد او الديكور. فدايما عندنا فريق الاعداد بيحب يبحث ويدور ويشوف في القنوات، في اليوتيوب، في التلفزيون، مين الحاجات الناس اللي تستحق انها تطلع والناس تشوفها. في ناس بتتعب قوي وبلاحظ انها بتعمل مجهود كبير وما تلاقيش حد يشوفها او ما بتعرفش توصل ازاي. طيب دلوقتي اللي بالنسبه للقنوات اللي بنشوفها على اليوتيوب بيبقى فيها فيديوهات كتير وحاجات كتير وكده، بس مش عارفين نميز مين يستحق ان هو يظهر على الشاشه، مين يستحق الدعم من عندنا. فالنهارده بصراحه يعني احنا بقالنا فتره بنبحث بحث كده على كل السوشيال ميديا وعلى القنوات، فلقينا شويه فيديوهات حلوين قوي وشويه حاجات لهاند ميد وشغل راقي قوي قوي قوي. فبصراحه قلنا احنا نبدا بقى وراكي ونوصل لك. شرف ليا. وجبناها استدعى في الحلقه واتفقنا معاها وقلنا لازم تيجي بقى تورينا العظمه اللي انت عاملاها. بصراحه عجبتني قوي شغلك على اليوتيوب وعلى الصفحه بتاعتك الرسميه. قولي لي بقى من الاول كده، الحرف اللي انت عملتيها والديكورات وحاجات الهاند ميد والشغل الجميل الراقي اللي قدامي ده، هل اتعلمتيه ولا وراثه مثلا من ماما، من تيتا، من حد من العيله، ولا انت اللي يعني اكتسبتي الخبره دي لوحدك؟ انا الاول بشكر سيادتك، شكرا كتير ان انت اديتيني الفرصه الجميله دي ان انا اكون مع حضرتك، وده طبعا شرف ليا كبير جدا ان حضرتك مجرد انك تبحثي ويعجبك حاجتي وكده. الف شكر لحضرتك. احنا سعداء انت اصلا فضيتي وقتك وجيتنا، يعني بجد انا سعيده والله. من ذوق سيادتك الله يخليكي. انت عارفه حضرتك طبعا كل واحد فينا اكيد جواه من جوه هوايه، لا اما بتدعم مع الايام او انك بتكبريها او انها بتفضل زي ما هي وبتموت. الحقيقه انا اتربيت يعني امي الله يرحمها، هي برضو كانت في بوزيشن برضو عالي الحقيقه، بس هي كانت غاويه برضو اعمال الهاند ميد والكروشيه والحاجات دي، انت عارفه زي يعني كنا غاويين كده موجود. وكانت تقعد تزوق دي تحط ورده هنا ورده، فهي حطت جوايا ان انا لو عندي موهبه انميها، لان انت لو ما كانش اهلك يناموا فيك الحاجه وتموت صدقيني بعد كده هتموت بالظبط. فطبعا لما بعد كده بقى الموضوع كبر معايا بدات ان انا افكر ان انا اعمل حاجات هاند ميد، لان انا طبعا بحب قوي الديكور، بحب استغلال الاماكن، بحب اعمل ديكور هنا ديكور هنا. بتقدر ازاي بقى يعني تستغلي مثلا المكان ده عايز قطعه ديكوريه، المكان ده عايز لون معين يوسعه او يضيقه، ما في برضه دي حاجات بتبقى يعني انا عايزه اقول لحضرتك انا عندي في الفيديوهات اللي هتشوفيها دلوقتي انا عندي يبقى مع الفيديوهات شغل استاذه امان على الشاشه. انا عندي فيديوهات حضرتك لو شفتيها هتلاقي مثلا يمكن مرايه معينه هي اللي خلتني اعمل ديكور للمكان كله، يعني انا ممكن اعمل مكان في المكتبه عندي مثلا شويه حاجات هاند ميد لذيذه عايزه اعملها، فبعمل المكان اوظفه عليها. تمام. منها تدي منظر جمالي ما تبقيش قاعده كده، انت عارفه انا بحس ان انت ايه كان زهور بالظبط، لو انت ما سقيتهاش ميه هتموت، فانا بحس ان العفش ده المكان ده ميت مش هيحيا الا لما تحطي الحاجات اللي عندك. الفيديوهات يا جماعه ارجوها لنا على الشاشه بعد اذنكم. بتديها فعلا روح جميله قوي الصراحه. أيوة. يعني. طب انا عايز اعرف حاجه بقى، بصي احنا واحنا بره في الكواليس قبل بدايه الحلقه قعدنا حكينا شويه، عرفتي انت اصلا يعني ما شاء الله في ليكي شغل خاص، مسؤوله في شغلك ويعني وكارير كبير. بالظبط. فانا عايزه اعرف بقى يعني قدرتي ازاي توفقي ما بين بصي كست بيت ايوه وكموظفه وكفنانة هاند ميد او ديكور، ازاي قدرتي توظفي في الحاجات دي وكمان كأم وزوجة يعني غير إدارة البيت كمان؟ بصي حضرتك يعني حضرتك يومك 24 ساعة، الموضوع صعب على فكرة، وأنا يومي 24 ساعة، هي الموضوع كله إدارة وقت، ازاي انت تديري وقتك، ازاي انت يبقى في اولويات تبداي بايه وتنتهي بايه، وطول ما انت جواكي اراده وبتستعيني بالله سبحانه وتعالى. انا شايفه تكريمات وحاجات جميله ما شاء الله يعني. دي كانت الدكتوره داليا برضو كرمتني الحقيقه كذا حاجه اتكرمت فيها الحمد لله ومهرجانات وكده. قناه ضي القمر يا جماعه استاذ امان على اليوتيوب. قناه ضي القمر. فحضرتك هو موضوع وده برضو ان انا عضوه في جمعيه حواء تستطيع برضو الدكتوره كانت بتكرمني وكده. فطبعا انت حضرتك لو انت درتي وقتك صح هتقدري ان انت تعملي الحاجه سواء ست بيت او سواء اي بوزيشن كبير، خاصه انت عارفه طبعا ان وظيفتي مش شويه، بس قدرت يعني ساعه او ساعتين في اليوم كده بقدر ان انا فن، وانا حتى ما بمسك القطعه مابقاش عارفه اعمل ايه. لسه يعني دي حاجه بتبقى زي ما انا راضي بعيش مع القطعه اللي انا بعملها، لان انا كمان قعدت التدوير دي مهمه جدا، يعني انا بعمل حاجات ما تثقلش كاهلك، انا بعمل حاجه ممكن امسك لك الحاجه العاديه جدا. تمام. بعمل منها عاده تدوير زي ما
حضرتك شايفه اللي قدامك دي ده طبق. يعني حضرتك دي سلطانيه اللي هي السيلفر في الازرق دي سلطانيه، اللي جنبها دي كانت ساده خالص اللي عاملاها بالقواقع. تمام. حضرتك اللي وراها ده طبعا الحقيقه ده له مول، انا طلب مني اوردر كبير منه. حضرتك الكاميرا على الحاجات اللي قدام الكاس، ايوه اللي قدام حضرتك دي على فكره صينيه وكاس ما فيهمش اي حاجه. لا ما شاء الله شغلك رائع قوي. بصي حضرتك يعني كل دي حاجات انت بتعملي، في حاجات اعاده تدوير وفي حاجات مش بتكلفك تماما. بصي حضرتك ده انا جايباه ساده، اشتغلت فيه بالورد، ودي كلها حاجات عروسه، انا بعمل كل حاجات العروسه. يعني داخله في كل تفصيله في البيت كديكور. بعمل كل حاجه. انا لاحظت كده فعلا من الصور. وهتلاقي كمان حاجات كتيره جدا على القناه، مش بس حاجات الهاند ميد الحقيقه يعني. ما شاء الله. لا حاجات، لا هتلاقي جوالات وهتلاقي افكار للبيت وتدابير وازاي تحلي مشاكل كتير في بيتك. وعامله انت شويه افكار حلوه قوي لتنظيف البيت والحاجات اللي انا غاويه الحاجات دي. بص حضرتك دي على فكره العلبه البلاستيك بتاعت الصابون الفاضيه. انا عملتها بالظبط. الورد ده حضرتك اللي انا جايباه قدامك ده كله ده ستان، شايفه دي صينيه بلاستيك وستاند وكوبايه. لا 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 شغلك عالي قوي بصراحه. ماشي. بص حضرتك ده برده بالفوم. لا ما شاء الله، في افكار كتيره جدا. ده اللي هو الفايبر. طب مين بقى حاليا، انت طبعا يعني ام طبعا وموظفه وكده، مين بيدعمك بقى في الموضوع ده وبيقول لك لا كملي لا استمري كده؟ زوجي طبعا. زوجي وعندي كمان انا ليا اصدقاء مقربين جدا. انا ليا الحقيقه يعني اتنين بعتبرهم امهاتي، الاتنين خالاتي هم امهاتي. هم برضو في ظهري دايما وبيدعموني دايما، ويا رب يديهم الصحه وطول العمر. ونزلت ان انا في البرنامج. تحيه لماما وتحيه الله يخليكي لكل الامهات اللي بيدعموا ايماننا. هم بيدعموني معنا. الحقيقه وليا برضو استاذ فاضل برضو بيدعمني. فالحقيقه يعني كل الحاجات دي بتبقى مهمه عشان حد. وبعدين انت كمان في البيت، لان انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. انت مثلا لو انت في البيت وغيرتي مكان ديكور، مش بتدي طاقه ايجابيه لنفسك؟ مش بتحس ان بتشيل الاكتئاب المود أساسا. تماما بالزبط. بتلاقي كانك بالظبط رحت اسكندريه ورجعتي. أيوة. على فكره بتغيري مودك تماما. عارف حضرتك انا زوجي لما يدخل لا مثلا مكان كده كان قال ايه ده، اتعامل ده ازاي، الوضع ده ازاي، غيرته تماما بما لا ترهق ميزانيه المنزل. يعني سيادتك ممكن تاخد كل الفوارغ، انا عامله بيض على فكره، عامله عارف كرتونه البيض عامله منها ورد ما شاء الله، كل الحاجات البلاستيك انا عامله منها عجوبه. ده ورق الذهب انا اللي عاملاه. ورق الذهب ده خد موال بقى ده معايا، الناس كلها بقت مستغربه. شغل عالي قوي حضرتك يعني. بصي ده كان الحوت ده اللي تحت فرفور جي، انا اللي عامله الورد بالساتين. وممكن تعملي بالساتين، ممكن بالورق، في حاجات كتيره جدا ممكن تعملي منها. ده كل دي النجمه عامله بيضه وعامله لا حاجات جميله قوي قوي بجد، انا بحييك. ودي حاجات رمضان انا عامله طبعا قبل رمضان، مجموعه هايله جدا. انا شفته على اليوتيوب البلكونه والمطبخ عندي. الادمن بعتها لي كمان من صفحتنا، اللي هي حاجات خياميه في المطبخ. غيرته تماما. شفتي حضرتك لما شفتيه اتغير تماما. ايوه الحقيقه قعدت كده مع نفسي. وكل دي بصي ده باسكت، الباسكت اللي بتجيبيه سيادتك، شايفه الباسكت ده باسكت؟ لا حاجه جميله. وجواه نور وجواه الحاجات. وده روح بصي ده حضرتك دي القواقع، حد صدق ان دي قوقعتين وانا شبكاهم بمعلقه، والمعلقه دي معموله بالشمع وجايبه الاحجار دهناها سبراي. وده دي حضرتك الحاجات البلاستيك اللي انت بتجيبيها، الفازات عارفه الخشب الرخيصه دي. القواقع دي دهنتها وعملتها، ونفس الحكايه الفازه ده اللي عندي شلال تحت السلم. شوف الشغل الجميل الراقي. الشلال انا عامله منه المنظر ده، القواقع والثانيه السمكه. حميد في الشغل بتاعها جميل طبعا، رائع صح. طيب هو كان استاذ حكيم عايز اسالك سؤال مهم قوي، بس نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اتفضلي. معانا اول فنانه في الهاند ميد للموسم الخامس يا جماعه، عبير الصباحي. شغلك يا عبير رائع ونورتي برنامج محور اهتمام. ما شاء الله يا جماعه عبير شغلها حلو قوي، اسمها نازل على الشاشه وتليفونها والبيجي بتاعتها تابعوها. بصوا الشكل، بصوا الخرز والحاجات الجميله اللي هي عاملاها. الله ما شاء الله عليك يا عبير، الله على الفانوس. بصوا الاشكال يا جماعه، شايفين علبه المناديل عامله ازاي، الالوان بتعرف تنسق الالوان صح على فكره. الحاجات دي عايزه فن وابداع. بصوا اشكال العرايس، لا بجد يا عبير ما شاء الله نورتي برنامج محور اهتمام. انت يعني بجد فنانه ومبدعه. الاعلاميه دينا موسى بتحييكي من برنامجها، شايفين الطفايات، بصوا علبه المناديل. الاعلاميه دينا موسى بتحييكي من برنامجها، برنامج محور اهتمام. واحنا دلوقتي اصلا على الهواء مباشر، واعتقد كله متابع عشان يشوف فقره عبير. ما شاء الله يا جماعه حاجه جميله جميله ومبهره قوي قوي قوي. شايفين يا جماعه علبه المناديل الاسود في ابيض دي، لا عبير عامله عظمه، الله على العرايس التحفه.
الله الله على الجمال، حاجة كيوت خالص، منورة يا عبير، وبجد شغلك حلو قوي 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 قوي، ما شاء الله. شوفوا شوفوا، هسيبكم مع الصور شوية. الله، شايفين اللي هي بتاعت الكحك دي، او الصندوق الباسكت، وده طبق فاكهة صح؟ الله، شايفين علبة المناديل دي يا جماعة، ما شاء الله يا عبير، شغل الجميل، العرايس الرائعة دي، الله، واو، فوانيس رمضان. انا بجد بحييكي قوي يا عبير، ونورتي البرنامج، ونورتي قناة الصحة والجمال والإعلامية دينا موسى، بتحييكي، وان شاء الله تنوريني في الاستوديو، والحاجات دي نشوفها كلها بقى على الحقيقة. شايفين، بصوا الاموشنات، الاموشن فظيع يا خلاصي، عسل يا بيرو، عسل عسل عسل، ما شاء الله يا حبيبتي، حاجة رائعة. عبير عامل عظمة يا جماعة بصراحة، يعني بجد فتحت نفسي على الموسم، اقسم بالله، ايه الجمال ده، وبكار بقى والحاجات الجامدة. تابعوها يا جماعة على الصفحة الرسمية. بعد ما رجعنا من الفاصل بقى، عايز اسال حضرتك على، انا بتابع قناه حضرتك على اليوتيوب والفيس. انا عارف ان شغل حضرتك بيتطلب بره مصر، بيبقى الاتصال عباره عن طريق، عن طريق النت، ولا في لحضرتك مكاتب بره حضرتك بتواجهها لهم؟ والله الحقيقه انا عشان يعني بسافر كتير، من ضمن جولات السفر بتاعتي انا بروح تركيا. حضرتك في مكان هناك بدون ذكر اسمه يعني مليان حاجات بقى من دي، فصديقتي عندها شركه سياحيه هناك، عرفتني عليهم، فعلا قعدت معاهم، طلبوا مني اوردرات، فوريته بالصدفه بقى، طبعا كانت على الموبايل، وريته حاجات عجبته جدا، وطلب حاجات معينه الحقيقه، وانا طبعا ما قدرتش اتكلم، فقال لي تحبي يبقى لك مكتب هنا ولا نشتغل عن طريق النت، وطبعا طريقه التوصيل بقى انت عارف حضرتك وسائل التواصل يعني. وفعلا طلب اوردرات، والحمد لله بتروح لحد، ان طبعا بنزل تركيا يعني كتير عن طريق النت، يعني جزء عن طريق النت وجزء عن طريق المكاتب اللي موجوده بالظبط، على اساس ان الحاجه بتتعمل وتسافر له، وفي ناس كمان انا ببقى مشغلاها طبعا، اللي بتاخد انا طبعا اللي بتابع، بتاخد الحاجه حاجه توديها في وبتسافر. وساعات لما انا بنزل باخد كميات معايا جديده، زي يعني عينات كده، يشوفها يقول انا عايز من دي. برضو طلب مني يعني قبل رمضان حاجات من الحقيقة شخصية محترمة جدا من دبي، وشخصية تانية من السعودية، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يبقى تعامل مستمر لحد ما ربنا شغل حلو جدا يعني بصراحة. دي بعضها، أنا بصراحة قلت كفاية، لأن الشاشة اعرضوا لنا بقية الفيديوهات بتاعت مدام إيمان، اعرضوها لنا الفيديوهات بس أوري لحضراتكم. اعرضوا كله. أنا ملاحظة فعلا إن يعني أنتِ ما شاء الله بتركزي حتى في الماتيريال، تحطي إيه وتجيبي إيه، وعارفة أنتِ يعني بتروحي مثلا ما هي تركيا، الماتيريال بتبقي عارفة أنتِ هتاخدي إيه وهروح تشتري إيه وما بيهمنيش إذا كانت غالية ولا رخيصة، المهم إن أنا أبقى راضية عن تديكي الحاجة النتيجة اللي مش راضية عنها ممكن لا يمكن أطلعها، او يمكن لان انا بعلم الناس فلازم اعلمهم صح، طب احنا وبعد عايزين كده بقول لهم الخامه يجيبوها منين. طب بس احنا لما عايزين تيجي على نرجع، هاتوا لنا الفيديوهات بتاعت مدام ايمان لو سمحتوا. احنا عايزين نرجع لحته تنسيق الاماكن الضيقه والتنظيم الديكوري، معلش يا ايمان عشان بس انت بصراحه في الحته دي عجبتيني، دماغك عجبتني قوي فيها، عايزين نوضحها للمشاهدين ازاي حضرتك. دلوقتي ما بقاش في مجال للزحمه، فانت دلوقتي مثلا موضوع النيش ده مثلا على سبيل المثال، يعني ده خلاص اتلغى، انت ممكن تصعدي بيه تعملي دولاب كده فضيه كبير، والناحيه الثانيه دولاب تاني، الناحيه الثانيه تحطي بيه الكاسات والحاجات. دلوقتي كمان المطبخ عندك بيبقى فيه وحدات ازاز كتير، مش زي زمان كله خشب وترصاصي، لا ممكن تاخدي نص الحاجات بتاع النيش دي هتحطيها جوه، يبقى انت صح. يعني المكان اللي عندك هو اللي بيحكمك تجيبي، ليه اجيب كتير واركن وانت عارفه ان النيش ما بيتفتحش اساسا. ده حقيقي فعلا، تمام، النيش زي البراويز في عايزه البيت بقى بالظبط. تعملي مكاتب، اعملي المكاتب اللي انت اي ديكورك، بدل ما تسحمي الدنيا اعملي بقى مكاتب في الحيطه، اعملي مكاتب ركنه زي اللي انا وريال يعني حضرتك. بصي حضرتك ده ركنه، يعني المكان ده ركنه اللي هو معروض ده، ايوه انا خدته استغليته، عملت المرايه، حاولت عملت حواليها ترابيزه هتحط عليها كل الديكور الفيروز ده ما شاء الله. بالمرايه برضو ده مكان كانت اللوحه، بس جبت تحتها حوض فرفر جي، والورد ده كله معمول على ايدي وجواه اضاءه، فبيبقى طبعا بالليل تحفه، يعني زي ما انت شايفه الصوره كده. ايوه فالورد ده كله بالستان، ممكن تعملي بالستان، وممكن زي ما قلت لك بالورق الكرتون بتاع كرتونه البيض، بالفوم، كل حاجه ممكن. وتقدري برضو ليكي في الموضوع اللي هو مثلا ايه تنظيم الاقمشه، يعني مثلا الانتري مثلا شكله كذا، الماتيريال بتاعه كذا، او اعمله طرف، اعمله مثلا خداديات بشكل معين بالزبط. صح، انا لاحظت انا انت بعتي لي حاجات غير يا جماعه على الهوا، في حاجات كتير قوي عندي على التليفون انا شفتها. بصي حضرتك ده، بصي ده الورد ده انا عاملاه على ايدي، بصي الفازه دي انت عارفه دي بكام، رخيصه جدا، انا غيرتها تماما عن طريق القواقع، والقواقع أيوة انت جايباها من اسكندريه، غيرتها تماما. بصي اللي فوق ده انا عاملاه الهلال، الهلال والنجم. بصي حضرتك الورد الخرز ده انا عاملاه، وعامله نفس منه
اللي على السلم برضو اللي هو الكاس ده. لا واضح انها موهبه يعني فتاكه معاكي. وده على فكره ماشي فيه في ديكور في الحيطه ماشي معايا، انا بمشي زي ما الكتاب بيقول. شغل جميل جدا بصراحه يعني، حتى استاذ ايمان بتقول لو حاجه مش راضي عنها ده هو مبهور خالص بالحاجه من قبل ما نبدا الهوا اصلا يعني. ده شرف ليا والله، انا سعيده جدا والله بوجودي مع حضرتك. ربنا. طب انا عايز اعرف بقى يعني انت طبعا ما شاء الله يعني بالنسبه للدماغ في الحاجات دي كلها، تنصحي البنات او الشباب اللي عندهم موهبه سواء مثلا ديكور او هاند ميد او اي موهبه ربنا خلقها فيهم، تنصحيهم ازاي ويبداوا بيها ازاي؟ بص حضرتك اكتر نصيحه بقى انت استفدتي منها يعني هقول لك الخلاصه، هو طول ما عندنا اراده وانت عايزه تعملي حاجه هتوصلي لها. صح. انما للاسف انا بلاقي اي شاب عنده مشروع او بيبدا او بنت او حاجه احبطت بسرعه. عمر ما في حاجه هتوصلي لها النجاح الا بصعوبه، عمرك ما هتحسي بقيمه النجاح ده لما تتعبي فيه. اتعبي، ارضي ضميرك، اعملي اللي انت عايزاه صح، واستعيني بربنا. شايفين يا شباب ويا بنات ركزوا في الكلام ده عشان بجد يعني الناس دي بيطلع منها كلام بينفع بعد كده. ممكن تصرفي في الاول شويه، هتعملي شويه. لازم عشان ناخد الناس في الاول. عايزه عادي تدوير تمام، عايزه تجيبي حاجات بالجمله، انت حضرتك عارفه اماكن كتير قوي بتبيع بالجمله. بالظبط. هاتوا واشتغلوا وجربوا، مفيش حاجه اسمها تحبطي، لازم تحاولي مره واثنين وثلاثه، والا نجاحك ملوش اي لازمه. بصراحه يعني دلوقتي الشغل يعني الدوله مش هي اللي هتشغلنا كلنا يعني. يوصل ما ينفعش. اه لازم نعمل يعني، ممكن مجموعه، ممكن حضرتك بتعملي مثلا مجموعه تجيبي خمسه سته مع بعض نبدا المشروع مع بعض. صح. انت ممكن الهاند ميد ده تبداي باقل امكانيات، مفيش اي مشكله خالص. ايه المشكله؟ ويكبر المشروع ونعرض نشوف المكان ده والمكان ده. هو احنا بنتوقع على الله، هي بتبقى ارزاق بقى ربنا. آه شايف كل واحد بيعمل أكيد. ايه وصح كده، زي ما بيجتهد ربنا بيزيله باقل التكلفه زي ما هي بتقول كده، باقل الخامات. بس كده حضرتك دلوقتي انت هتيجي مثلا واحده عروسه، انت داخله تتجوزي، انت ممكن تعملي كل ديكور المكان بايديك، يبقى انت وفرتي ووفرتي على عيلتك واستغليتي الفلوس في حاجه ثانيه. لان انا عامله كده يعني، مش لازم ان احنا نشتري كل حاجه، انت ممكن بالفن والتفكير. انا طبعا بتكلم على مشروعي، خدي بقى على كده كل المشاريع. طب في سؤال اصلا بيراود استاذ عبد الحميد من بدري عايز يقوله برضو. على حته ان هي ازاي بتوفق ما بين يعني الشغل برضو، افرض جات لك ازمه في الشغل، حاجه يعني مضطره تيجي على نفسك عشان فماني يعني خد منك وقت في حاجه، حصل دروب عندك، بتعملي ايه؟ هل بتقفي التفكير خالص في موضوع الشغل الهاند ميد؟ يعني ساعات بيبقى الشغل مثلا الهاند ميد ممكن يجي على الشغل الاساسي. انا مش فاكره السؤال بالظبط، انت فاكره اكتر. لا هو انا حضرتك زي ما قلت لك الموضوع من اوله اداره وقت. لا اصل في ناس ما بتعرفش تدير وقتها يعني، في ناس تيجي مثلا يقول لك انا في ناس مع اول حضرتك يومك 24 ساعه وانا يومي 24 ساعه، ممكن تيجي تقول لي انا نايم طول النهار، انا هقول لك انا عملت. لا في ناس بيقولوا اسيب الهوايه واخليه مركز في شغل اللي بيجي لي الفلوس. يبقى هو مش غاوي. يبقى هو ما عندوش الهوايه دي. اللي غاوي حاجه واللي عايز يعمل حاجه يعمل، خاصه الستات على فكره. طب حواء تقدر تعمل كل حاجه. طب انا بجد بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا سعيده قوي، انا سعيده جدا بيوم النهارده ان انت معانا وانك فضيتي وقتك بجد، ان احنا اصلا بقالنا يمكن يعني هقول اكتر من شهر عايز اخد منها ميعاد مش عارفه. اولا كنت باين بره مصر اعتقد، كنت ساعتها مسافره. صح. ورمضان بقى والعيد والدنيا. فبقى رمضان بقى انا كنت مشغوله، انا كنت عامله شغل جامد قوي في حاجات. بصي حضرتك اهي البلوك اللي بتتكلمي عنها. ايوه انا دي الترابيزه دي انا اللي رسماها للمهندس عشان ده جزء ما بين ال كنبتين. شايفه حضرتك المنظر عامل ازاي؟ وبصي المكتبه. في شغل بيبقى حضرتك عاملاه بنفسك، وفي شغل بيبقى حضرتك في حاجات جاهزه اوظفها. بس انا في مكان تعمدت ان انا اعمله كله هاند ميد عشان ابين لهم ان ممكن تعملي قطعه اساس تعمليها كلها بايديك. كنت بتقولي في كده بس عشان اوظف الحاجه مع بص حضرتك. كل الحاجات دي نصها على فكره. وبعدين الترتيب في حد ذاته. لا استني بقى، لقيتك عامله لوحات كمان فنيه انت. انا نفسي اقول لحضرتك. لوحات بقى. بصي انا بعلم الناس على القناه طريقه عمل عجينه السيراميك. ازاي تعملي، انت عارفه طبعا الالوان غاليه، انا بجيب اللي هي حضرتك اللي هي الخامه نفسها وبوظف دي وبعمل منها الالوان. تمام. ومن الالوان دي عملت اللوحات اللي عجبت حضرتك دي. انا عامله لوحات كتيره وعامله على اللوحات فراش بالسيراميك، عامله ورود وحاجات بالسيراميك حطاها يعني. أيوة مزجت. أيوة. بين الالوان وبين عجينه السيراميك. أيوة يعني. تقدري تعملي الوان في البيت، ما عندكيش حاجه، تقدري تعملي كل لوحاتك في البيت بايديكي. ايوه فعلا. بتجيبي بس حضرتك انا صراحه برضو تشكيليه، فالحاجات دي لفتت نظري. انت عامله حاجات وبعدين الحاجات الجليتر دي رشاها والحاجه مبلوله يعني، الحاجه طريه رشاها. ومش بس كده، انت هتلاقي عند حضرتك كمان استغليت ورق الذهب مع الالوان يعني. في حاجات هتلاقي اطباق انا عاملاها عندي ورق الذهب مع الالوان يعني. ممكن الالوان معاها ورق الذهب، ممكن الالوان وانت بتعملي بيها لوحه تحطي كمان معاها السيراميك.
تقدري تعملي كل حاجه، وهتطلع حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده ومن صنع ايديك ومش مكلفاكي حاجه. كلمينا شويه بقى عن الماتيريال اللي انت بتستخدميها. انا عرفت الماتيريال اللي بتستخدميها، بس ايه اكتر انواع الماتيريال اللي بتحس ان هي بتريحك نفسيا في الشغل، او مثلا ما بتترقيش قوي، او بتطلع منك انتاج حلو كتير؟ فهماني. هو بس اولا مبدئيا انا بحب التعب دي، بس مبدئيا والله. أيوة. تمام. لما بتعب في الحاجه بتطلع حلوه. لما بجيب ورده سهله على انزال عصاميه. ايوه طبعا انا بحب التعب. انا كده، انا اتعودت على كده. لكن انا بحس ان لما بجيب حاجه جاهزه بعملها بحس ان ما عملتش. انا عندي حاجات كتيره جدا جايبه لها ورد جاهز. بحس ان لما اعمل الحاجه بالورده اللي بايديا احلى. وزي ما قلت لك، اللي عايز يدخل الموضوع ده مشروع يروح يجيب الخامات بالجمله، ودي متوفره جدا في وسط البلد، يقدر يجيبها ويشتغل بيها. وعلى فكره انت لو دورتي في بيتك هتلاقي حاجات كتيره جدا جدا انت بترميها، وحاجات كتيره جدا مش مستغله. انا عايزه اقول لحضرتك في حاجات كتيره جدا معموله من بقايا الورد اللي بايظه عندي. يا جماعه انا عايزه اخد شويه دول في حضني كده وامشي بيهم. والله مش ميت سيادتك. هو حضرتك بتقولي ان حضرتك بتوفقي بين الشغل وبين الموهبه، وفي حضرتك بتقولي ناس كمان حضرتك بتعلميهم. لو اي ما حضرتك القناه اصلا تعليميه، وفي ناس يعني بدون بقى ذكر الاسم طلبت مني في ان انا مشترك انا في جمعيات خيريه وفي حاجات زي كده. سؤال مهم جدا ده. ايوه، عشان كده حضرتك بتعلمي الناس وحضرتك بتشتغلي شغل حضرتك وبتعملي موهبه. ما هي القناه كده، ما هي القناه هاند ميد للتعليم. فلازم يدخل يشوف حاجه يعني كورسات بره القناه. كورسات بره القناه ولا هي القناه بس؟ لو طلبت مني وهي فعلا مطلوبه حاليا، احتمال كبير بيجيبوا ناس وانا ببدا اعلمهم الحاجه. لو هم مش قادرين يتواصلوا، وانا طبعا مستعديه لاي حاجه زي كده ومش محتاجه اي حاجه من اي حد. اداره الوقت برده بين ثلاثة هيبقى يعني بين الموهبه وبين الشغل أكيد وبين كورسات. ما انا هقول لك بقى حاجه، هبقى انا ساعتها بعمل ده، فبدل ما اعمله لوحدي اعمله مع الناس. أيوة بس أيوة خلاص. كده ضربت عصفورين بحجر. شغل حضرتك مع التعليم يعني بدل ما اعملها وانا قاعده وبعلم الناس على سواء بقى كل حاجات التواصل، هاخدها واعملها هناك وهتتصور بقى وهتنزل. تقلقش عليا. لا ما عشان اداره لا لا ما شاء الله انت بصراحه موهبه كبيره حضرتك. يعني بيعجبني اللي عايز حاجه، لان يعني انا كمان مصر على حلمها يعني. بحكم وظيفتي يمكن انا وصلت البوزيشن كبير قوي، صعب ان حد في سني يوصل له يعني. بس انا تعبت يعني، اخذنا دورات كتيره جدا، اتعلمت حاجات كتيره جدا جدا، ودخلت اماكن كتيره جدا عشان اوصل للي عايزاه. يقدر يعمل الشغل ده، يقدر يوصل. طول ما قدامك حلم لازم تصبر وباذن الله توصل. وانت حابه موهبتك. واهم حاجه دعاء الوالدين طبعا، واللي حوالين الوالدين بقى، الخاله العامه والناس الحلوين. هم راضيين عننا دايما يعني بجد. الحمد لله. طب قولي بقى، ايه الموهبه المستخبيه كده بعيد عن ده كله بقى؟ ايه الموهبه اللي انت برضو بتعمليها كده من حين لاخر؟ مش هقول لك على طول. والله انا اساس استحاله يكون بس هم حاجتين ثلاثه كده اللي عندك. لا لا يعني السؤال ده يعني في حاجات اكيد ثانيه، مواهب ثانيه عندك. في حاجه زمان، بس الحقيقه انا اول مره حد يسالني السؤال ده. مهم. سؤال مفاجئ صح؟ انا بكتب شعر. بس لنفسي يعني. انا عندي موهبه كتابه الشعر، وكنت احب قوي ارسم وانا صغيره. بس يمكن الشعر ده حاجه بيني وبين نفسي يعني. انا ممكن اقعد كده لوحدي في مكان تلاقيني بقعد اكتب قصيده شعر. بس يعني الحاجات دي طبعا كانت بتتعرف في الجامعه. ليه حضرتك ما جربتيش؟ كانت بتتعرف في الجامعه وكنت بفوز في حاجات فيها. بس خلاص انا دلوقتي زي ما حضرتك عملت شغل هاند ميد. بس مش هينفع بقى ان انت لا، ما هو مش هينفع بقى على نفس القناه. ده كفايه قوي. ده القناه فيها افكار رهيبه. انا بعض الافكار دي بتاخد مني وقت كتير قوي. انا جايبه طرق ازاي تنظفي حاجتك كلها في البيت الاساس بدون ما تجيبي حاجات، بدون بليدج وبدون ملمع الزجاج وبدون وبدون وبدون. وجايبه افكار ازاي تعملي الصابون بتاع المب، وازاي تعطري الملابس بتاعتك بدون حاجات كتيره جدا جدا، وازاي تجيبي عطر الفواحه بدون ما تشتري عطور. حضرتك لو دخلت القناه تعجبك باذن الله. عشان الناس تعرف بس اللي في مصر. طي القمر بصراحه انا شفتها حاجات فيها رائعه رائعه بجد يعني. لفتت نظري قوي حاجات كمان اللي هي بتعملها المكونات للتنظيف، وحاجات بتطلع حاجات والشغل الهاند ميد ده. انا عن نفسي والله في حاجات انا يعني ناويه اجربها من عندك. انا كتبت كام وصفه كده بس لسه ما جربتهاش يعني. كلها حاجات متجربه، وازاي تطلعي البقع، في حاجات كتيره جدا جدا. البنات اللي مقبلين على الجواز والعرايس اللي في بيوتها وبيوتها لسه جديده وعايزه تحافظ على نظافه البيت والدنيا تبقى على طول ست نظيفه، تابعي القنوات دي على طول واستمري فيها وتعلمي. وكل هتلاقي انا عامله حاجه كده بتطلع البقع بمكونات بسيطه جدا جدا، وعامله أيوة حاجه تانية تنظفي بيها البوتاجاز وحاجات المطبخ دي وحاجات الازاز اصعب الدهون. عن تجربه حاجات يعني انت كده ممكن تستغني عن كل منظفات، حتى بقع الكلور والبقع الصعبه برضه تعرفي تطلعيها بمكونات سهله جدا. انت كنز على فكره. اللي عايز يعرف حاجه يتفضل يدخل القناه تحت امر، وانا تحت امر طبعا اي حد في اي حاجه عايزها اي حاجه وبدون اي شيء. انا تحت امر اي حد في اي معلومه عايزها، اي حاجه يتعلمها، لان انا اهلي كده وانا اتعودت ابقى كده، ما اتاخرش عن اي حد في اي حاجه عايزها. وماما كان ليها برضو ماما وخالاتي
يعني هو جيل ما شاء الله عليهم. اه هم اللي بيشجعوني دلوقتي. حتى الان برضه حضرتك اه خالتين ليا ربنا. طب انت بقى بتعلمي بقى بناتك او بنتك القمر اللي مستنيانا بره دي ميرنا حبيبه قلبي تحيه لميرنا برضه بتعلميها الحاجات دي وانها برضه ازاي تبقى كده والله منا دماغها يعني الصراحه يعني في حاجات تانية خالص. بس هي بصراحه بتساعدني بقى في حاجات تانية يعني بنت حبيبتي المونتاج والحاجات دي والكلام ده. بس هي منا يعني غاويه حاجات تانية اكتر وعين الله يعينها بقى انت عارفه الدراسه بقى والحاجات دي فهي مش غاويه الحاجات دي زي قوي يعني. ايوه بس هي طبعا طباخه شاطره عشان تبقى عارفه يعني وبتحب القرايه وبتحب القصص برضو وحاجات زي كده. لا ان شاء الله يكون لنا لقاء مع ميرنا باذن الله. كده عندها الشعر زي حضرتك. اه هي بتحب القصص فعلا كتابه القصص والحاجات دي. اه انت نورتي الدنيا كلها ونورتيني في الموسم الخامس اول حلقاتنا في برنامج محور اهتمام واكيد هيكون في لقاء تاني على فكره لان انت ما شاء الله مستمره في القنوات في الفيديوهات فاكيد هتيجي تناقشي حاجات جديده عندنا باذن الله. انا بس حبيت الحاجات دي تتعرض قدامك على الشاشه افضل لان حضرتك طلبتي مني انا قلت بس اجيب حاجات بسيطه. انا كنت بصراحه انا حبيت حاجتها من قبل ما اشوفها الحقيقه بصراحه فانا حبيت اشوفها بقى يعني بجد. يعني كمان القطعه اللي كانت عاجباكي تحت دي محدش مصدق ان دي طبق قديم طبق كده كان حته منه مكسوره ابيض طويل. وعلى فكره انا عايزه اقول لك البتاع ده اللي هي الحاجات الفضي دي والكلام ده انت ممكن تجيبيه تعمليه كور صغيره وممكن تكوري فويل وتعمليه قوي وتبرميه بطريقه معينه وترشيه تدهنيه وترشيه يعني مش تقولي لي اروح اجيب كور ما شاء الله وسبري ما فيش اي يعني في لا 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 حاجه رهيبه حاجه زياده حاجة يعني بجد انا يعني بجد يعني بشكرك وبحييكي قوي يا امان. انا مش عارفه اقول لك يا استاذه امان ولا انت اختي يعني حبيبتي قلبي ده انا شرف ليا وان شاء الله نلتقي في لقاء تاني مع امان باذن الله وحاجات جديده هتقول لنا عليها وانا بشكرك قوي وبرحب بيكي في كل الحلقات اللي جايه باذن الله تنورني في اي وقت ونقعد نحكي براحتنا. وبشكر استاذ حميد ان انت كنت النهارده ضيف شرف معايا وزميلي العزيز الاعلامي عبد الحميد. النهارده انا اللي فخور لنا مع حضرتك ربنا يخليك يا رب وان شاء الله نكون مع بعض دايما في حاجات اكبر واحسن. وحبيبه قلبي بقى انا بص انا مش هوصيك لا طبعا انا ليا شرف ان انا بشكر سيادتك ان انت سمحتي لي بالفرصه دي وشرف ليا وانا سعيده جدا وان شاء الله نتقابل في مره ثانيه وثالثه باذن الله ان شاء الله وعلى خير وربنا يوفقك وينجحك لانك انسانه فعلا جميله حبيبتي وتشرفت بسيادتك طبعا. بشكركم اعزائي المشاهدين وبشكر عبير صباحي فقره الدعم النهارده كانت معانا في الفاصل شغلها جامد قوي وكل التحيه ليكي يا عبير من برنامج محور اهتمام الاعلاميه دينا موسى بتحييكي من برنامجها وشكرا ليكم ونتقابل في حلقه جديده باذن الله والى اللقاء.